ديال الطوماطات هما غير مع سوق الدجاج بعدا باش ما تفلتليش. انا مازال كنقيد كلام الرئيس سوق الدجاج ضروري ما يمكنلوش، حنا مخارقين للقانون اليوم لان الذبيحه في وسط المدينه ممنوع، وحنا اليوم كنسمحوا بواحد النشاط اللي غير قانوني. سوق الدجاج اليوم الحل هو مع سوق الخضر، مع سوق ديال السمك، مع سوق ديال الحبوب. كاين مشروع يعني جد مهيكل هو إعادة تأهيل هاد الأسواق كلها وتمشي في واحد البلاتفورم. وهذا الشيء اليوم مدينة الدار البيضاء هي مدينة صفوف الدول العالمية، ما يمكنش ما تكونش عندها في البلاتفورم أغرو أليمونتير. البروجي اليوم تم الحمد لله الأرض راه حنا حطينا على اليد باش يمكن يتحول الأسواق كاملة، كلهم غيتحول باش ما نبقاوش نقولوا لا ما يتحولش السوق وما يمكنش يتحول السوق، خصو يتحول باش نكونوا في مصاف الدول العالميه. اليوم شوفوا الشق الاجتماعي، طبعا الحاله دابا ديالو اليوم ما يمكنش تبقى بحال هكا. حنا ما عندناش معليش هاد لا بلاتفورم باش تدار، طبعا يلا خدينا مازال ما خديناش الارض، يلا يعني الاجتماعات الاوليه اللي تعين الارض، مازال الدراسه الاوليه، مازال البناء ديال هاد البلاتفورم، هادشي كله غادي ياخذ من هنا للفان دوموند، يعني من هنا 5 سنوات عاد يمكن هذا المشروع يكون جاهز يمكن الناس تبدا تحول. في غضون هاد 5 سنوات يجب تأهيل هاد السوق الدواجن، ما يمكنش نخليوه في الحالة اللي هو عليه اليوم. اقترحنا على كازا بي أو البارح بالفعل تم اجتماع مع السيد الرئيس باش يمكننا يعني دار واحد الدراسة أولية، غادي تشوفوا غادي يباشروا العمل إن شاء الله في غضون الأيام المقبلة. غادي يولي ديك الشيء مكمل، غادي تمشي بلاصه ديال الترياش كوموندي، بلاصه ديال الذبيحه، بلاصه ديال البيع الجزئي، بلاصه ديال البيع بالجمله. فكاين مشروع اللي قائم اليوم بذاته غادي تحسن الاوضاع داخل هذا السوق، وحتى لا جيستيون ديال لي ديشي ديالو، حتى هادشي اللي كنسمعوه الدجاج ميت تتباع ترياش، فهادشي كله ان شاء الله لان الدار البيضاء الخدمة الدار البيضاء البيئة هي اللي غتدخل على الخط. وهادشي راه طبعا غادي يباشروا وغادي يشرف عليه السيد الرئيس باش الامور تخرج في يعني المنوال اللي بغي. فغير باش حنا طبعا ما غاديش نحولوا هاد الناس الا ما تكلمناش معاهم الا ما عطيناهمش بدائل. اليوم انا كنقول الاسواق كلها خاصها تخرج ديال الجمله، خاصها تخرج من الدار البيضاء، ولكن خصنا نبدلو معاهم، خصنا نوفرو بعض الوسائل اللي غادي تخليهم على انهم يمكن لهم اون بلاتفورم انترميديير حتى هي كنخمو فيها. ف يعني التفكير هو مجمل في هذا المشكل ديال سوق الدواجن. حاليا راه غادي يبقى الحال كما هو عليه في يعني في ما هو احسن، وغادي تلاحظوا يعني من هنا ان شاء الله ديسمبر ما غاديش يبقى وحتى التسيير ديالو غادي يكون من عند كازا بي. سوق المركب السوسيو رياضي تصورت هذاك المواطن، نجم يتصورش علاش؟ مالو راه تا هو مواطن.